ورجعنا لكم مرة تانية مع آخر فقرات برنامجنا. مع بداية فصل الشتاء بتحصل تغيرات مناخية كتير، سواء كان انخفاض في درجات الحرارة أو عوامل أخرى منها الرياح والتقلبات الجوية المختلفة. دي على فكرة مش نشرة جوية، أنا بتكلم عموما يعني. قد ما هي مقدمة لروشتة طبية عنوانها تأثير فصل الشتاء على البشرة. واللي يعتقد ان الكلام في الموضوع ده مجرد رفاهية لا، يبقى غلطان جدا بصراحة. وده لان العناية بالبشرة جزء من تخصص طبي مهم اسمه قسم الجلدية والعلاج بالليزر، ومش مجرد نصيحة من جارتك او كلمتين مكتوبين على الفيسبوك تقوموا تنفذوها وتحطوا حاجات تأذي بشرتكم وتلهب بشرتكم. وانا معايا النهارده ضيفتي اللي مشرفاني، طبيبه في الامراض الجلديه والليزر، اللي هتكلمنا عن كيفيه علاج مشاكل الشعر، وكمان هنكلمها عن الشعر بالمره يعني البشره. احنا هنتكلم اساسا فصل الشتاء بيعمل ايه في بشرتنا. ضيفتي دكتوره مروه دهب، استشاري الامراض الجلديه والليزر. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بحضرتك، منورانا. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه بمناسبه مولد النبي. مولد النبي طبعا. قولي لي بقى دكتوره، اشمعنى في فصل الشتاء بتلاقي البشره نشفت وبقى فيها زي نوع من الالتهابات وكده؟ العنوان ده مهم قوي اللي حضرتك قلتيه، اللي هو اهتمام السيدات والفتيات بالبشره في فصل الشتاء. ليه احنا بنركز على فصل الشتاء دون حتى عن فصل الصيف؟ لان زي ما حضرتك قلتي بيجي التهابات، بتيجي جفاف، والبشره بتبقى متشققه، وده للاسف بيبقى نتيجه طبعا العوامل الجويه. بس احنا مش المفروض نسيب نفسنا طبعا للجو ان هو ياذي بشرتنا. وده ملوش دعوه بالسن على فكره، يعني ده ملوش دعوه بالسن، بالعكس احنا نهتم من واحنا صغيرين طبعا، في التين ايجرز 16 سنه و18 سنه طبعا، لحد ما نكبر في السن. وطبعا كل ما كبرنا كل ما جفاف البشره زاد، صيف شتاء، فبيجي في الشتاء كمان الجفاف بيزيد اكتر. كل ما الجفاف زاد ده بيبقى عرضه اكتر لظهور التجاعيد. كل ما رطبتي بشرتك كل ما يبقى افضل ان انت تقللي ظهور التجاعيد او تاخريها. فخلينا نتكلم في خطوات سريعه كده. هنصحى من النوم الاول، احنا عندنا البشره، انا هقول لك ازاي نعالج البشره. يلا بينا. يلا ازاي نعالج البشره؟ احنا مش عايزين الاول نخش في مشاكل عشان نعالجها بالظبط، احنا عايزين نعمل روتين العادي. العادي ايوه، لسيده او فتاه صغيره ما عندهاش دلوقتي، احنا نتكلم على البشره النظيفه اللي ما عندهاش حب شباب، ما عندهاش اي مشاكل جلديه. فانا صحيت من النوم في فصل الشتاء هغسل وشي، من اول غسيل الوش لازم ابقى مخليه بالي الميه ما تبقاش سخنه. للاسف احنا لما بنغسل وشنا بميه سخنه قوي ده مش صح، احنا المفروض نغسلها بميه فتره مائله الى البروده، لان لما بنغسلها بميه سخنه الاوعيه الدمويه بتتمدد قوي، هتعرض على طول، هطلع من الحمام هتعرض للجو البارد هتجف بشرتي طبعا. وحضرتك اكيد بتسمعي او بتشوفي او يمكن انت تعرضتي للموضوع ده شخصيا، نيجي في الشتاء نحط نفس الكريمات بتاعتنا الطبيه او حتى الميك اب، تقول لك البنت انا بشرتي بتتحسس او بيبقى فيه التهاب او حرقان اول ما بحط الغسول او الكريم بتاعي، ده نتيجه الجفاف. يبقى احنا غسلنا وشنا بميه فتره، استنينا على الاقل. هي الميه الساقعه اسلم حاجه على فكره، او الميه الساقعه طبعا بتنشط جدا البشره. لو ما قدرناش نستحمل يستحملوها شويه، مظبوط، بيستحملوا حاجات كتير مظبوط، ده حقيقي يعني. ده حقيقي. وبعدين استنى بقى، ده المهم الحته بقى هنا، استنى مش اقل من نص ساعه علشان احط اي حاجه على وشي. ليه بقى يا دكتور؟ المسام بتبقى مفتوحه؟ لا، ولا الميه اتضح ان هي بتعمل حاجه اسمها ماينور ابريجن، او بتعور تعوير خفيفه جدا غير مرئيه في الجلد. مجرد ما احط كريم حتى لو طبي، حتى لو طبي، الجلد لسه ما اتقفلش من الميه. فلما المسام بتبقى مفتوحه، المسام مفتوحه. طب معلش يا دكتوره استاذنك بس نطلع فاصل اعلاني ونرجع نتكلم معاكي تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دكتوره قولي لي، يعني في ستات بيبقى صعب عليهم انهم ينزلوا من البيت ويروحوا ويجوا، ايه اهم الخطوات اللي انا اعتني ببشرتي وانا قاعده في البيت؟ طيب هنقول تاني سريعا، هنغسل وشنا بميه ساقعه او فتره، وبعد كده هستنى نص ساعه، مش اقل من نص ساعه، احط كريم طبي مرطب مناسب للسن بتاعي. تمام. يعني بس لازم يبقى مرطب طبي،
يعني من الصيدليه او موصوف عن طريق طبيب، حتى لو هتروح مره واحده اول الشتاء تقول له اديني الروتين تاخد الستوك بتاع الشتاء كله، الروتين بتاع العنايه بالبشره، مش عيب ان انا ادفع فيزيته علشان اعرف روتين بشرتي ايه. الكريم المرطب لازم يبقى بيرطب ويدي ترطيب مش اقل من على الاقل 4 5 ساعات او 6 ساعات. لو انا بشرتي بقى اصلا فيها حب شباب، الكريم المرطب مش هينفع لصاحبتي ولا لمامتي ولا لاختي. الدكتور هيوصف لك كريم مرطب يتناسب مع حب الشباب. لان في بعض المرطبات الطبيه وطبيه وتتباع في الصيدليات بس هي نفسها ممكن تطلع حبوب. تسد مسام او تزود التهاب البكتيري فتطلع لي حبوب. فانا حطيت الكريم المرطب، ابدا بقى لو انا هنزل احط واقي الشمس. وهنقولها تاني زي ما قلناها في الحلقه اللي فاتت. انت قلتيها قبل كده في الحلقه بس هنعيدها تاني. واقي الشمس صيف شتاء. الشتاء مهم جدا ان انا احط واقي الشمس. طب لو انا سيده عامله او بروح الجامعه بتاعتي وبحط ميك اب، انقي واقي شمس في فاونديشن. في تنتد سان سكرين يدي لون وبالذات ما كترش الطبقات طبعا على جلدي. طيب واقي الشمس هختاره ازاي؟ مش هختار بقى الحاجات الخفيفه الفلويد. هختار الكريم. اختار الكريم علشان يدي ترطيب اكتر في فصل الشتاء، بحيث ان انا ما احطوش وبعد كده يجير ويشقق الجلد. ايوه. واتعامل بعد كده عليه كانه هو ميك اب طبيعي. رحت الشغل ورجعت من الشغل هغسل وشي تاني بنفس الغسول الطبي المتناسب مع البشره الجافه. كلنا تقريبا في فصل الشتاء او ثلاث ارباعنا بيتحول بشرتهم لبشره جافه، فلازم برضو الغسول بتاعي. يعني حتى لو كانت بشره دهنيه اصلا؟ غالبا هتتحول لبشره جافه، بالذات ان اكلنا مش مظبوط، شرب الميه مش كتير، ما حدش بيشرب 3 لتر ميه في اليوم. طبعا. صعب جدا. شرب الميه ده مهم جدا. جدا جدا جدا، لانه بيرطب من جوه، بيرطب الخلايا وبيرطب الشعر، بس برضو لا غنى عن المرطبات الطبيه، مهما شربت ميه. فغسلنا وشنا، حطينا برضو الكريم المرطب تاني، وفي نفس الوقت لو انا بقى بالليل هاجي انام لازم احط كريم انتي ايجينج او كريم للتجاعيد يتناسب مع سني، يا اما انا من 20 لل 30 او فوق ال 30 او بعد ال 40، بس الكريم هنا الليلي هيبقى كريم مش سيرم، السيرم اللي هو السائل. أيوه. السيرم بيجفف شويه البشره، فاهتم ان انا المنتج بتاعي يبقى كريم ليلي برضو فيه ترطيب بيتحط على طول وممكن تدخل تنام وممكن ولا تقعد شويه؟ لا لا، ممكن احطه وادخل اول ما البشره تتشرب. اول ما تتشرب عشان ما يطلعش في المخده. ما يوسخ المخده يعمل مشاكل تاني. طب في ناس بيبقى عندها كده زي الرؤوس السوداء كده في المناخير بالتحديد، يعني مظبوط. الرؤوس السوداء دي بتبقى اسمها البلاك هيدز بالانجليزي. دي نتيجه ان البشره دهنيه ونتيجه تعرضنا الكتير للبوليوشن او التلوث في الشارع، فمفيش اي كريم طبي بيطلع الرؤوس السوداء، لازم تدخل في العياده. وبلاش بليز البيوتي سنترز، بلاش اروح اعمل النطواياش في البيوتي سنترز. في عيادات كتير دلوقتي عندها قسم او اوبشن ان انا بقدم تنظيف البشره، للاسف احنا عملناه كاطباء لان بنشوف عك كتير في البيوتي سنترز المش متخصصين. أيوة. نتيجه ان الحاجات مش معقمه كويس او بيجوا شويه على الجلد اللي فيه حبوب فبيؤدي الى التهابات كتير. فالبلاك هيدز او الرؤوس السوداء ما بتروحش غير بتنظيف البشره. طيب دور الليزر بقى بيعمل ايه في علاج البشره؟ دور الليزر في الشتاء هو بالنسبه لي بيبقى اوبشن حلو قوي لو اي ست عايزه تعمل نضاره او عندها حفر نتيجه او ندبات نتيجه حب شباب او جدري مائي قديم او سكار او بتسيب بخرام كده في بالظبط او حاجه بعد عمليه. ان احنا بنختار فصل الشتاء بقى بالذات علشان الشمس ما تبقاش حاميه ان هي تيجي تعمل جلسه الفراكشنال ليزر. اوكي. لان فراكشنال ليزر بيبقى انسب جدا في فصل الشتاء، بحيث ان انا الشمس لو انا مضطره لازم انزل الشمس مش هتبقى حاميه زي الصيف، وفي نفس الوقت بيبقى في اجازات كتير، اجازات نص السنه، فبقول لها تقعد 4 5 ايام بعيد عن الشمس، ولو اضطريتي تنزلي تنزلي في الشمس بتاعت الشتاء. انا بشكرك جدا يا دكتوره على نصايحك الغاليه دي، وان شاء الله الستات هتعمل بيها كلها ان شاء الله باذن الله. بس برضو بنقول انه يا جماعه ما ينفعش جارتي او صاحبتي او اختي تقول لي حطي الكريم ده حلو قوي معايا، معاها حلو قوي بس معاكي انت لا. فالاستشارات الطبيه يا جماعه مهمه، وزي ما قالت الدكتوره روحي اول الشتاء وروحي مره ثانيه اول الصيف. مظبوط. علشان تهتمي بشرتك وتبقي زي القمر. انا بشكركم جدا من قناه المحور او القناه الفضائيه المصريه، بشكركم من برنامجي هالة مصرية، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يوم السبت مش بكرة.